اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا النهارده لقائنا مع ريم موسى. يعني ريم مش غريبه عن النادي الاهلي، كانت بتلعب في النادي الاهلي سابقا، هي الاول كانت بتلعب في الان سي دبليو اي في امريكا، وبعد كده رجعت راحت على اوروبا لعبت مع احدى الفرق، وخدت بالمناسبه بطوله اوروبا مع فرقتها، ورجعت من هناك على مصر على النادي الاهلي، وبعد كده اتنقلت لسبورتنج 3 سنين، وهي رجعت تاني لبيتها النادي الاهلي في عقد يمتد ل4 سنوات. ريم برحب بيكي، منورانا. لا بنور حضرتك، يعني شرف ليا ان انا اكون هنا. طبعا انت عارفه انا من زمان قد ايه يعني مقتنع بيكي كبوينت جارد، وشايف ان انت قماشه الحقيقه يعني ما شفناهاش قبل كده الحقيقه في ملاعب السيدات، يمكن حتى اللي يدل على كده ان انت كنت متميزه جدا في دوري الان سي دبليو اي، وكمان لما رحتي اوروبا رحتي كمحترفه، ما رحتيش كمان يعني جنسيه اوروبيه ساعدتك تلعبي. فالحقيقه احنا شايف ان انت يعني قماشه او بوينت جارد مصري يعني صعب يتكرر في السيدات. خلينا نتكلم يعني بداية، انت لعبتي من فتره قد ايه في الجامعات يا ريم؟ انا بدات في الجامعه في 2011، قعدت 4 سنين، وهي 2011 ل 2015. طيب لعبتي فين، في انهي ولايه؟ كنت في تكساس، هيوستن تكساس، جامعه اسمها رايس يونيفرسيتي. تمام، وخلصتي وبعد كده طلعتي على اوروبا، فكرينا اسم الفريق اللي لعبتي في المجر تقريبا؟ في التشيك. تشيك كي بي بيرنو. كان بصراحه يعني كانت سنه خطيره بالنسبه لي، ما كنتش متخيله اصلا انا هعرف اطلع بره، بس لا وايه، كان بالنسبه للنادي اللي انا رحت له ده كان اول مره برضو نكسب بطوله، وصدفه انها كانت بطوله قاريه مش بطوله محليه. فبصراحه كانت حاجه يعني انا اصلا ما كنتش اعرف اصلا كل الحاجات اللي حصلت وقتها. اللي هو ايه ده انت اول واحده، ايه ده انت ما اعرفش ايه، ده كان بالنسبه لي كلها. ما بالظبط، انت كنت اول لاعبه تحصل مع فرقه جماعيه على بطوله اوروبا. يعني كانوا بيقعدوا يقولوا صلاح خد بطوله اوروبا، قلنا لهم لا تعالوا بقى احنا عندنا ريم موسى خد بطوله اوروبا مع فرقتها كمحترفه، ودي كانت حاجه. انت لعبت معاهم سنه واحده؟ لعبت معاهم سنه، وبعد كده جيت الاهلي، وبعد كده رحت البرتغال سنه، وبعد كده رحت لهم تاني سنه وبس، ما كده جت يعني مصر. لعبتي في اوروبا 3 سنوات تقريبا، سنتين في التشيك مع نفس الفرقه، وبعد كده وكمان سنه في البرتغال. طيب احنا رجعنا النادي الاهلي، قعدت في النادي الاهلي سنه ورحتي، وبعد كده رجعت نادي الاهلي تاني بعد التشيك، ولا رحتي فين، ولا على سبورتنج؟ رجعت على سموح. على سموح. صحيح، كان الكابتن عماد محمود اللي ماسك الفرقه. صح. قعدت في سموح قد ايه؟ سنة. دي كانت سنة كورونا، فاللي هي كانت سنة كورونا. وكان ساعتها عندك برضو ركبتك وجعك شوية، أو كان عندك كان ظهري أنا فاكر. كان عندك إصابة. وحصل لغط كتير، ورديتي في الملعب يعني قال لك ظهر ومش الظهر وبتاع، ولما لعبتي مع سموحة لعبتي كويسة جدا وكنت كويسة، حتى ساعتها كان حصل لغط كتير أنا فاكر إنه هو لأ الكلام ما كانش مظبوط. طيب وبعد سموحة رحنا سبورتنج صح؟ رحت الجزيره. الجزيره سنه. طيب حلو جدا. وبعد الجزيره رحنا سبورتنج 3 سنوات، وبعد كده جينا على النادي الاهلي. طيب ايه بقى، انت في سبورتنج كنت بتمضي 3 سنين ولا مضيتي سنه بسنه؟ لا سنه بسنه. يعني ما شاء الله مسيره كبيره يعني، وكمان بتفكري ما شاء الله فكره احترافي. طيب كواليس انضمامك للنادي الاهلي في المره الاخيره ايه اللي حصل؟ الموضوع بدا كابتن طارق كلمنا وقت قعد فترات طويلة، يعني ساعات في وسط السنة، ساعات في آخر السنة، ساعات كده. وإحنا كنت أنا ومحمد ساعتها لسه محمد جوزك. مبروك بالمناسبة. الله طبعا، الله يبارك في حضرتك، على يعني قران السعيد، وإن شاء الله يعني نطلع بقى بيبهات كتار كرة سلة إن شاء الله. نحاول نطلع بوينت جاردز بقى يلعبوا شوية. بالظبط، الله ينور. بس محمد طبعا طويل، فممكن يطلع سنتر. هيطلعوا بوينت جارد. بوينت جارد خلاص، إحنا قررنا كده. تمام. السيطرة مهمة جدا في الحالات دي. طيب نرجع تاني لموضوعنا، حصل كلام مع كابتن طارق خيري اخر سنه، انما السنتين الاولانيين ما كانش بيبقى فيه كلام. كان سبورتنج بيبقى كلام من بدري شويه. فالدنيا بتبقى واضحه بدري سنه. فبتمضي معاهم على طول. وكان ساعتها برضو فكره ان في بطوله افريقيا هنلعبها، ده كان الحاجه اللي بتشدني. افريقيا مع سبورتنج. ما شاء الله، يعني واخده بطوله اوروبا مع فرقه اوروبيه، واخده بطوله افريقيا مع فرقه افريقيه. انت عامله تاريخ كبير يا ريم بصراحه ما شاء الله. يعني بتهيألي ما فيش لاعبه في الالعاب الجماعيه ككره سله او يد او طايره عملت اللي انت عملتيه بصراحه. الحمد لله. يعني بطوله اوروبا وبطوله افريقيا مع فرقتين مختلفين، ده تاريخ اكيد تفخري بيه. طيب ايه اللي خلانا بقى نقول خلاص انا جاي الاهلي بعد الموسم ما خلص؟ ايه اللي حصل؟ مين كلمك؟ جيت ازاي؟ لا هو كده كده انا مامتي بقى لها فتره اللي هو ريم انت لما رجعتي من امريكا او اوروبا او كده رجعتي على الاهلي، خلصتي بقى في الاهلي.
مامتك اهلاويه؟ اه ماما اهلاويه. حلو جدا. لا ماما كل التحيه طبعا. هي طب ماما اسمها ايه؟ هناء. كل التحيه طبعا للاستاذه هناء طبعا. يعني ايوه كده، هو كده دور الامهات تساعد على طول. تمام. قالت لك لازم تخلصي في نادي الاهلي؟ يعني مش لازم، بس اللي هو يعني ايه، هي حقتها، دي حاجه هي حباها. وانا طبعا حاجه تشرفني ان انا ابقى في نادي الاهلي. لما كنت موجوده كنت مبسوطه جدا، وكانت يعني فتره جميله جدا في حياتي. يعني كمان الجروب بقى الموجود دلوقتي مع كابتن طارق، مع كابتن خالد العوضي، الناس دي كلها بصراحه لما اتكلمت معاهم وتعاملت معاهم الموضوع كان سهل جدا. سهل يعني كده. ما عرفتش حتى اقول لهم لا. جيتي مضيتي. ما عرفتش حتى يعني انيجوشيت. مش هقول لا يعني. مفيش مفاوضات. لا ده حتى انا ما فوضتش. ايه ده بجد؟ خلاص يلا. طب خلاص انا جايه لكم. انتوا موجودين الساعه كام؟ انا جايه لكم. ودي الميزه، ان اللاعب يبقى جاي حابب انه يجي. يعني صدقيني هي دي اللي بتبقى نص التألق، ان انت نفسيا مرتاح وعايز تبقى مع الناس دي، عايز تبقى مع المجموعه دي. فده في حد ذاته بيبقى نص التفوق. بس النص الثاني هو دعم محمد جوزك. لا ده اكيد. يعني ده مش نص الصراحه، ده يعني 100%. ممكن الحاجات الثانيه كل عظيم امراه، ده دايما بنسمعها. يعني ده حقيقي، ولكن دايما او نادر، مش دايما، نادر لما يبقى وراء امراه عظيمه رجل. دي بتبقى نادر. خلينا اتكلم انا راجل يعني، ما اقول الحقيقه يعني. فهو بيبقى نادر. بس في حالتك انت النهارده لعيبه واخده بطوله اوروبا مع فرقتها، والنهارده بتاخد افريقيا، بتاخد قارتين مع فرق مختلفه، ده مش جاي صدفه. ان شاء الله مع الاهلي كمان. ان شاء الله مع الاهلي برضو باذن الله السنه دي، لان النادي الاهلي احتمال كبير يستضيف البطوله. طيب محمد دعمك ازاي؟ ايه اللي حصل عشان تقولي كده؟ بصراحه هو يعني بيشوفني بطريقة أنا مش بشوف نفسي أصلا. يعني هو شايفني في حتة أنا نفسي أشوف نفسي كده، لأن أنا لو شفت نفسي كده أنا عارفة أن أنا في حتة تانية خالص. ده كلام كبير قوي بقى. والله لا كلام بجد. كبير قوي. ويعني مثلا السنة اللي فاتت دي إحنا قربنا نقفل سنة، فالسنة دي كلها ما بيفوتش ماتش. هو أصلا كان قاعد في القاهرة عشان شغله هنا، وأنا في اسكندرية عشان ماتشاتي وتماريني وكده. بيجي لي ماتشاتي كلها. ما شاء الله. انت فين؟ انا جاي اصور، ما لكيش دعوه. هو بكلمته، هو مهووس بالفوتوغرافي. لا هو شغال ايه الاول؟ هو او خريج ايه يعني، مجاله ايه؟ مش لازم شغال ايه بالتفصيل، المجال. بس يعني انا لاحظت حاجه. انا لاحظت انه بيحب التصوير يعني. جداً. هو وانت في الاستوديو. ده مش مجاله يعني. يعني ده مش شغله الاساسي او اللي هو، بس هو بيحبه جدا، لدرجه ان انا متهيألي ان لو عنده الاوبورتيونيتي ان ده يبقى شغله الاساسي هيبدا فيه. لا انا عايز اقول لكم يا جماعه، احنا قاعدين دلوقتي ومحمد بيصورنا يعني. ما شاء الله. هو يعني يعني فخور بيكي، ودي حاجه حلوه ان الشريك الحياه يكون فخور بالطرف الثاني. هو السبب ان انا هلعب السنه دي اصلا. فعلا. طب ليه يعني؟ هل مثلا فكرت انت تبطلي وهو قال لك لا؟ مستحيل. فعلا. هو مرافض فكره ان انا ابطل. يعني ازاي واحده زيك تبطل؟ ازاي؟ ما ينفعش. هو لو انت بطلتي الناس كلها تعمل ايه كده يعني؟ عشان كده بقول لك هو بيشوفني بطريقه لو انا اشوف نفسي بيها الموضوع هيختلف تمام. يعني المقوله دي بتتطبق معاكي في حياتك صحيح، ان هو يعني وراء كل امراه عظيمه رجل عظيم. وكمان مش بس كده، انت ابريشيت ده جداً وشايفه ده، يعني حاسه بيه كمان، مش جداً. مجرد ان انت حاجه في حياتك، لا انت مقدره. ربنا يسعدكم. انا ما عنديش غير كلمه، ربنا يبعد عنكم العيون يا رب، وربنا يسعدكم. طيب ازاي تردي على ده؟ ما هو يعني ازاي، ايه بقى اللي ممكن تعمليه في المقابل لمحمد، او تقومي بيه عشان تكوني قد ثقته دي او قد دعمه ده؟ المفروض تعملي ايه؟ بحاول يعني ادي كل حاجه انا اقدر عليها، ذكاء جوه او بره الملعب. يعني لما حد يبقى واقف في ظهرك وشايفك بالطريقه دي، صعب قوي انك تنزل الملعب وتادي وحش. هو يعني انا هخذله، او انا يعني هو شايفني كده، وانا ما بعملش كده ازاي؟ غير طبعا يعني في حياتنا بقى الشخصيه الموضوع بيبقى يعني حلو جدا. ودي وده الجميل يعني. دايما بيبقى الواحد بيبقى مستني الدعم، والدعم ده بيبقى جاي من اسرته، من خلال اسرته الضيقه او اسرته القريبين منه. وانا دايما عندي مقوله ان الخليه الحقيقيه للنجاح هي الاسره، الاب، الام، الزوج، الزوجه، الولاد كمان. يعني كابتن فاطمه عمر نجمتنا الكبيره البارالمبيه، ولادها بيدعموها يعني بتبقى الحته دي. طيب خلينا نقول قبل محمد كمان بقى ما يظهر في حياتنا ويدعمنا بالشكل ده، كان برضو الوالد والوالده ليهم دور صح؟ طبعا. طب شايفه ايه يعني؟ انت لما جيتي تروحي امريكا وتقولي انا عايز العب في الجامعه،
هل رحبوا بالفكره دي ازاي؟ لا انا طب اصلا احكيلي. ساعتها انا يعني احنا سافرنا كلنا قبل ما ابدا جامعه، فانا كنا ساعتها اوريدي في امريكا، وانا كنت متضايقه جدا ان احنا سيبنا مصر. كنت متضايقه جدا. سافرت امريكا وانت كبيره؟ كان عندي 15 سنه. 15 سنه. كابتن موسى باباكي لعيب باسكت اصلا. انا عارفه، هو كان لعيب في نادي الزمالك زمان صح؟ هشام موسى. انا كنت بشوفه ولعب في الاهلي اخر في الاهلي. وانا كنت بحب اتفرج عليه جدا، دي معلومه محدش يعرفها بجد. انا لسه متفرجه بقى من قريب على ماتش ليه، انا ما صدقتش نفسي، كان دايما يقعد يحكي لي وما صدقوش. وانا اقول لك على حاجه، انا كنت مستغرب ازاي ما لعبش في امريكا، يعني وانا كنت بشوفه زمان بيتمرن، هو كان طويل واطرافه طويله. اختار العيله عن اللعب. سافرتوا طيب وانتوا عندكم 15 سنه هناك؟ انا كان عندي 15 سنه ساعتها. لعبت في هاي سكول هناك؟ قعدت سنتين في نفس الولايه تكساس. كنت في تكساس بس في حته تانية. ف انا ما كنتش متوقعه، انا اصلا كنت لسه بادئه باسكت قبلها يعني مش بكتير، انا بادئه عندي 13 سنه. لا دي معلومه. لا انت انا كنت جمباز اصلا. انت عايزه حلقه كامله بقى ليه بقى؟ لان الموضوع ده احنا ممكن نقعد فيه سنتين ثلاثه نتكلم. انت النهارده وصلت للمستوى ده كاول فتاه مصريه تحصل على بطولتين قارتين في لعبه، ومنهم بطوله اوروبا، وبدأ باسكت متاخر. دي حاجه غريبه. بس انا عايز اقول لك حاجه، ممكن يكون ان انا بدات باسكت متاخر ده السبب، لان اولا ما اتحرقتش بدري، يعني ما زهقتش من اللعبه بدري، بالعكس انا لحد دلوقتي لسه قادره تدي. ما شاء الله، الله اكبر، تاتش وود يعني. والبيس بتاعي كان جمباز. جمباز فين بقى؟ لعبت فين قبل ما اسافر؟ لعبت في الجزيره ولعبت في الشمس، كنت منتخب مصر كمان. جمباز كنت بتلعبي ايه في الجمباز؟ كنت بلعب جمباز فني، فاللي هو البارز والرشاقه، البارز والبيمز والحاجات دي، سترينث اكتر. ريمي دي ضربتيني في خلاط جامد قوي. انا بعد الحلقه دي ضربت في خلاط كده، محتاج شويه افوق واجمع. جمباز امريكا، باسكت اوروبا، اخد بطوله اوروبا، ارجع اخد افريقيا. الله اكبر، ما شاء الله، ربنا يحفظك يا رب. ربنا يخلي حضرتك. لا يعني كل ده ما كانش هينفع من غير بابا وماما الصراحه، يعني خالص خالص. هم اللي وافقوا ان انا اصلا اروح جامعه بعيد عنهم، دي حاجه مش طب يعني لبنت مش صعبه طبيعيه بالظبط. بس اولياء امور كتير مصريين او الكالتشر بتاعتنا، بنت ما تروحش. دي بنت، انت ليه بتعملي ايه بعديها؟ دي بصراحه انا ضد الفكره دي. ماشي. غير كده الخوف في كمان بالظبط، مش الخوف جداً. الخوف منها، الخوف عليها بالظبط. يعني الولد هيتصرف هيتعمل، بس البنت هتعملي ايه؟ ان هم سابوني اصلا اروح العب الاربع سنين في الجامعه، وتعلمت من الاربع سنين دول. بس هم كانوا معاكي في امريكا بس في حته تانيه؟ بس حته تانيه. ممتاز. كنت بشوفهم ثلاث ايام في السنه. بابا لسه هناك في امريكا؟ وعلى اتصال معاكي؟ على طول. فعلا بيتكلموا تقريبا كل يوم. يا رب يكونوا بيتفرجوا، بيكونوا صحي بيتفرجوا. لا حتى ما بيتفرجوش، انا بتلاقيهم لينكات ويوتيوب. بص هنكسر الدنيا، بس هو ممكن يكون فرق التوقيت اكيد مش حاجه. بس طب قولي لي ايه نصايح بابا ليكي؟ كابتن موسى كان بيقول لك ايه في الباسكت بالذات، لانه كان لعيب كبير وكان مواصفاته مواصفات الامريكان، يعني حتى كان خطوته واسعه، برجاله بيشوط، انا فاكره كويس، وكان مربي دقنه على خفيف قوي كده زي الامريكان، فهو انا فاكره. كان نصايحه ليكي ايه؟ بابا كان بيقول لي حاجه، ده من قبل ما العب باسكت اصلا، انا بكتبها. بس هي جمله واحده بس. قولي لي. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. الله ينور عليك. اتعبي، ادي كل حاجه عندك لحد لما تبقي عارفه ان انت نمتي النهارده من مفيش حاجه تانية تقدري تعمليها، هتلاقي. الله الله ينور عليك بجد. سامعين يا جماعه؟ سامعين، انا بكلمكم يعني بطله كبيره قدامنا، ان الله لا يضيع اجر من حسن. طب اللي بيشتغل ويتعب وبعد كده ما يلاقيش نتيجه في الشورت تيرم، تقولي له ايه؟ يعني هو اشتغل وتعب سنتين. انا لعبت اربع سنين في الجامعه، اول سنتين كان الافريج مينتس بتاعتي نص دقيقه. 30 ثانيه الافريج مينتس. 30 ثانيه الافريج مينتس بتاعتي في الماتش. سنتين في الجامعه. سنتين. طب والسنتين اللي وراهم؟ كنت بلعب 35 دقيقة. طبعا الأرقام والستاتس اتغيرت كلها. حاجة تانية خالص. وبعد كده كمان لا ده أنت بقى رحتي يعني إيه يعني مش عارف أقول إيه، يعني عجزت الواقع كمان ورحت راح أوروبا. طب إزاي الترانسفير في أوروبا ده؟ مين اللي كلمك؟ هل كان في إيجنت كلمك؟ هل في إيه اللي حصل؟ لأن هو صعب جدا. أنت معاكي الجنسية الأمريكية بس في أمريكا، في أوروبا أنت أجنبي. يعني ما أنتش بتتعامل كأوروبي، يمكن جوه أوروبا لو أنت معاك جنسية أوروبية ممكن تروح جوه الاتحاد الأوروبي تبقى أوروبي. ولكن من أمريكا أنت غريب، معاك جنسية بقى مصرية، معاك جنسية أمريكية، أنت راجل محترف. الترانسفير ده حصل إزاي؟ أنا قبل ما أروح أوروبا نزلت هنا الأهلي، لعبت مع الأهلي ثلاث شهور. كان ساعتها كوتش توماس اللي ماسك. حضرتك لو تفتكر كوتش توماس كان من التشيك. تشيكي هو كان. ايوه. وهو اللي قال لي انت لازم تلعبي في اوروبا. قال لك لازم تلعبي في اوروبا. قال لي انت ستايل لعبك هتلعبي عادي كانك محترفه. والله واحنا كنا بنقول كده. والله العظيم واحنا كنا بنقول كده. ربنا يخلي حضرتك. لان انت فعلا ستايل لعب اوروبي.
هو اللي ساعدني الصراحه، كلم فرقه يعرفها وسبحان الله يعني كل ده اتدبر لوحده. هو اللي كلملك ورحت عملت تراي اوت وكده وبتاع و... رحت في الصيف كامب يعني كنت انا مدربه وقعدت اتكلمت مع ال يعني ايه مدربه؟ يعني انا كنت مدربه في الكامب. كنت هم استعانوا بيك اتمرني في الكامب. تمام، فقالوا بالمره يعني يبقى ان انا رايحه ادرب اتمرني ويشوفوني بلعب ازاي بعمل ايه. ففي الكامب عملوا جيم كده اللي هو كوتشز ضد بلايرز واتفرجوا عليا ومضيت سنه. رحت تاني تمرينه، رحت انت رايحه مع البلايرز. قالوا لك لا انت مكانك مش مع الكوتشز، انت مكانك مع البلايرز هنا امضي يلا. ولعبتي ما خفتيش وما كنتش قلقانه؟ بس اللعب في اوروبا بنات حلم، بس اللعب في اوروبا سيدات صعب قوي قوي، صعب يعني بجد. مش صعب صدقني، يعني لو واحد متاسس صح و... وعارف ازاي يتمرن مش صعب. ما تجيبوا لنا يا جماعه شويه صور كده كمان اللي كانت موجوده من شويه واحنا في اوروبا كده، يعني تاني نعيد الذكريات مع ريم ونستعيدها مع قدام الساده المشاهدين، يعني الصور ليها مع فرقتها في اوروبا وهنتكلم عنها. طيب كنت بتلعبي مع الفرقه في اوروبا؟ كنت بتشاركي باوقات يعني طويله وليكي دور، يعني مش مجرد ان انت في السكور شيت فانت خدتي بطوله اوروبا معاهم؟ لا، هو كده كده اصلا انت كنادي اوروبي ينفعش. انت دافع انت ليك اثنين محترفين اجانب فانت واخده مكان ازاي مش هلعب؟ صحيح. فكانت دي كانت الحلاوه اللي انت رايحه ليكي دور. طب لما كسبتي بقى بطوله اوروبا كلمت ايه مع الكوتش؟ قلت له الكوتش اللي كان موجود اللي اسمه اللي هو تشيك توماس. لا هو اللي كان هو اصلا كان على طول بتواصل معايا يعني. دي صوره دي كانت صور مع فرقتك صح؟ ما تغيرتيش كتير، نفس الجسم نفس البصه نفس الدريبل الواطي نفس الكروس اوفر كل حاجه. طيب ودي دي دي في دي كانت في ملعبكم ولا بره ملعبكم قريب؟ في كده وفي كده. في كده وفي كده. يعني مثلا الصوره دي كنا بره ملعبنا، بس كانت عشان يعني احنا لابسين ابيض علشان كنا بنلعب الكاب، فالكاب كانت في ملعب محايد. طيب ودي فرقتك اللي في التشيك ولا كانت في البرتغال؟ التشيك. التشيك دي اللي خدتي معاها بطوله اوروبا. دي في السنه اللي خدتي فيها البطوله ولا السنه الثانيه؟ الثانيه؟ لا السنه اللي خدتي فيها البطوله. وده كاس ايه بقى؟ هو ده كاس اوروبا. ماشي. عايزين بقى صوره يا جماعه، كاس اوروبا جنبيه كاس افريقيا يعني مع سبورتنج برضه يعني. طب يعني ودي برضه في نفس السنه. ما فكرتيش طيب يعني هيعملوها ويجيبوها هنا؟ دي برضه في نفس السنه مش كده برضه اللي كانت اللي لا الاخرانيه دي كانت السنه الثانيه. طيب نفسك ايه مع النادي الاهلي؟ انا وانا بنتكلم كده حسيت ان انت عايزه افريقيا من النادي الاهلي. انا عايزه افريقيا. تمام، انا اتبسطتني وخدتها لقطتها كده ان انت جايه مش جايه هزر، انا جايه اخد بطوله افريقيا ان شاء الله زي ما خدتها مع سبورتنج. لا ومش متهيألي ان انا مش هبقى لوحدي يعني، انا كابتن طارق من ساعه ما اتكلمنا وهو احنا ست بطولات، سته من سته السنه دي يعني ان شاء الله. كلام معاكي كده. الست بطولات ايه؟ طب جنب سوبر مصري كاس سوبر منطقه دوري السوبر مرتبط كاس وافريقيا. ست بطولات اللي هتلعبوهم السنه دي لا يعني مجهود. سيزون تقيل، عايزين سكواد جامد وعايزين كله يبقى جاهز، وده السبب اللي راح لك فيه كابتن طارق، لان انت لعيبه من طراز ان انت تتحملي الضغوط. يعني ما شاء الله بتقدري تتحملي الضغوط حتى في الاوقات المهمه. طيب انت شايفه فرقه الاهلي ازاي؟ يعني انت لعبت قصاد الاهلي بقى ثلاث سنوات؟ لا انا لعبت مع البنات كتير جدا، منتخبات كتير. طبعا انا بتكلم كليج بقى كدوري. انت لعبتي دي مع منتخب مصر الصوره دي منتخبات مصر. طيب انت لعبتي قصاد النادي الاهلي نادي سبورتنج، كنتوا شايفين الفرقه ازاي؟ ده خدوكي في البيست فايف في منتخب مصر، دي كانت فين؟ ده كان في اوغندا في الزون فايف. زون فايف كنت من الاحسن خمس لاعبات او البوينت جارد دي في صاله النادي الاهلي بقى في الموسم التاريخي اللي انت كنت عملتيه مع النادي الاهلي. طيب كنت شايفه ازاي دي ده 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 الزون برضو فايف؟ ده زون فايف. طب انت شايفه بقى فرقه النادي الاهلي ازاي؟ انت رحتي هناك كان معاكي هاله شعراوي ونور طلعت من النادي الاهلي، انت كنت مجموعه من النادي الاهلي ورحتوا على النادي سبورت. لما لعبت قصاد النادي الاهلي كنت شايفين الفرقه ازاي بالذات السنه دي؟ انا حاسه ان احنا يعني حافظين بعض يعني. احنا كفرقتين حافظين بعض كلعيبه. يعني مش بس عشان بنلعب بعض في الدوري طول الوقت، عشان المنتخبات احنا نفس الجروب بقالنا فتره. حتى لما بيزيد علينا ناس او بيقل ناس قليل، بس احنا ككور هو نفس الجروب موجود. فهي توفيق بقى في الماتشات كانت اللي متوفق بيكسب صح؟ يعني انتوا حافظين بعض، المتوفق كان بيكسب. يعني ممكن بقى ترتيبات تاكتكس ما على حسب، لان الفروق كانت بتبقى رهيبه جدا جدا. وانا الحقيقه كنت بقول كده في استحيل والله، بقول يعني هو الفرقتين حافظين بعض
ومفيش حاجه الكوتشات تقولها زياده، هي بتبقى تركه لعبه، شوطه توفق فيها، هجمتين ثلاثه توفقت فيهم، فالمكسب بيكون من يعني انت ما تقدرش تتوقع. كان ماتشات سبورتنج والاهلي في السيدات مين اللي يكسب، او الاهلي وسبورتنج. طيب شايف التحدي السنه دي بالنسبه لك ايه؟ كل لعيب في اول الموسم ليه تحدي. لعيب ممكن يكون التحدي بتاعه انه عايز يكسب، في لعيب التحدي بتاعه انه كان عنده اصابه مثلا، يعني بعد الشر عليك انا بتكلم ان جنرال، يعني عنده اصابه وعايز يرجع بعد الاصابه، ده تحدي. ايه التحدي اللي انت شايفاه السنه دي ليكي؟ ولا سنه عاديه؟ مش سنه عاديه طبعا. طبعا فكره ان نادي الاهلي عايز يستضيف بطوله افريقيا، وانا عارفه ان انا بتكلم على افريقيا كتير، بس انا بالنسبه لي ما طبعا ده التارجت بتاعه ده هدفك. لا يعني برافو، انا بحب البطولات الدوليه جدا جدا طبعا، ودي حاجه تسعدنا ان انت لعيبه على يعني مواصفات دوليه، فدي حاجه تسعدنا جدا. بس مش هقول ان هو تارجت على قد ما انا عايزه اخد السيزون ده ستيب باي ستيب. برافو. مش عايزه انط ستيبس، مش عايزه احس ان هو لا احنا مركزين على حاجه معينه ودي لسه اصلا عليها شويه. فلا احنا واحده واحده، وانا بحب اقول احنا، مش عايزه اقول انا، علشان انا مش طبيعه لعبي ان انا العب لوحدي او ان انا اروح اجيب سكور او ان انا اعمل، لا انا عايزه احنا نبقى اون ذا سيم بيج، عايزه احنا نبقى مركزين في بوينتس معينه، وات ايفر بقى الكوتش قايل لنا ايه، احنا مع بعضينا عايزين ايه. بس اهم حاجه بالنسبه لي ان احنا كلنا نبقى يونيتي كده حلو. طيب تفكير سليم جدا، وتفكير احترافي، وتفكير يليق بالنادي الاهلي، انه النادي الاهلي دايما ما بيحبش او دايما ما بيتوقعش او ما ينتظرش من اللاعب انه يتكلم عن نفسه قد ما يتكلم عن التيم كتيم. فطبعا دي روح احنا داخلين بيها بشكل جيد، وبتهيألي ان انت مش غريبه، انت قلتي انا واحده من الفرقه، فالدنيا يعني مش غريبه. طيب شايفه اللي بيميز فرقه النادي الاهلي ايه؟ بكل فرقه بيميزها حاجه، اللي بيميز فرقه النادي الاهلي هل السكواد، هل اللعب السريع، هل وفره اللعيبه؟ يعني شايفه ايه اللي بيميز النادي الاهلي على اي فرقه؟ لا حاسه ان في حاجات كتير، يعني انت عندك مثلا قليل قوي لما تلاقي لعيب عنده كذا حاجه، كذا سكيل. صحيح. لا في الاهلي معظم اللعيبه عندها كذا سكيل. زي مين مثلا؟ ميرال اشرف انا بلاقيها عندها سكيلز كتيره جدا ما شاء الله. يعني بتخش وبتدافع ما شاء الله، عندها كذا سكيل. واللي خدت بالي منه برضو ان كابتن طارق بدا يخلي الناس كلها تبقى كده، انها مش بس انت مش وان واي بلاير، انت لا انت تو واي بلاير، انت تلعبي اوفنس تلعبي ديفنس. فده وكل واحد عارف الرول بتاعته. بس يعني انا حاسس شويه ان ممكن يكون عندنا شورتج في عدد اللاعبات، مش الكواليتي، عدد اللاعبات تحت الحلقه. هل ده صحيح؟ هل رؤيتي صح؟ ولا اللي موجودين شايفه ان هم يقدروا يسدوا على المستوى، خاصه المستوى الدولي؟ ممكن السنه اللي فاتت علشان ندى نافع اتصابت. بالظبط. نهى ما كانتش موجوده بقيت السيزون، فده اللي عمل الشورتج دروب ده. بس يعني ككور كان موجود من الاول. لا كان موجود، بس يعني هي ظروف حصلت كده اثناء الموسم. وان شاء الله ان شاء الله يبقى في محترفه برضو معانا تحت الحلقه. وجودك انت هيخلي كابتن طارق يفكر كويس قوي انه خلاص يجيب تحت الحلقه. يعني انت ما شاء الله بتلعبي بوينت جارد، وبتعرفي تشغلي الفرقه بشكل كويس جدا جدا، وبتعملي ترانسفير للفرقه من الديفنس للاوفنس بسرعه. فهو وكمان سكورر، تقدري تحطي سكور. فالنهارده هو لو انا كمدير فني، هو جايبك كده عشان يقدر يستفاد بالمحترفه تحت الحلقه، او يجيب حد بيميل للعب تحت الحلقه اكتر، وارد تبقى دي وجهه نظره يعني. طيب بتابعتي انت كره السله في الاهلي رجال بقى؟ هروح معاكي في حته ثانيه. الفتره اللي فاتت علشان محمد كان بيروح الماتشات كلها يصور. ويصور ماتشات الولاد كمان. بجد برافو. يعني كان بتحضري معاه. طب من وجهه نظرك يعني الفرقه ايه اللي حصل السنه دي؟ ليه النتائج ما كانتش على مستوى النادي الاهلي بيطلبه، رغم ان الماتشات كلها كانت بتبقى كلوز جيم، بنخسر بونت باسكت بونت، ما كناش بنخسر السكور الرهيب من نادي الاتحاد، سواء ماتش الكاس او الاربع ماتشات بتوع البلاي اوف. شايفه السر في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ليه النهارده في اهتزاز شويه؟ ولا شايفه ده طبيعي؟ انا البوينت اللي علقت معايا قوي واللي حسيتها قوي الصراحه في الماتشات اللي فاتت، ان الفرقه كانت بتخلي الاوف يعني الديفنس بتاعها ديبندز على الاوفنس، يعني لو بيلعبوا اوفنس كويس هيلعبوا ديفنس كويس. كويس، ملاحظه جميله جدا. فلما الاوفنس ما كانش بيبقى ماشي ما كانش بيبقى فيه ديفنس. طب المفروض اعمل انا كلاعب لما الاقي الاوفنس بتاعي وحش، انا كفرقه كتيم مش موفق في الاوفنس، وده صحيح كلامك 100% صح، لان كل الماتشات
اغلبها ما كناش موافقين في الباص، مش دي نسبتنا في 3 بوينت ولا دي نسبتنا في فري ثرو ولا في الميديم شوت ولا في اللياب، كل ده احنا بعيد. بس كان دايما الكورتر الاولاني بيبقى ماشي كويس، بيبقوا موافقين، كانوا بيدافعوا كويس قوي، فكان دايما السكور بيفرق. طيب وجهه نظرك ايه؟ ليه بقى الفرقه ما كانتش في الديفنس بتكمل الاربع اشواط زي الشوط الاول او الثلاث اشواط الباقيين زي الشوط الاول؟ ده اللي انا بقوله بقى، ان هم انا بلعب اوفنس كويس فبتحمس ان انا العب ديفنس، المفروض تبقى العكس. العكس صح، انا اتحمس ان انا العب ديفنس فخلي ده اللي يخليني العب اوف عشان العب اوفنس بس. فانا دي كانت، هل ده محتاج ادابتنج في المينتاليتي ولا فيتنس ولا ايه يعني؟ لا هو مش فيتنس لانه موجود، انت صح. بتشوف الترانزيشن بتاع اوفنس لديفنس احسن من الديفنس لاوفنس، وبنفصل المفضل للاخر ماسكين في الجيم يعني، بيخلص باسكت وبط. طيب هل اناقش معاكي برضو، هل انت شايفه انه كان بيبقى في قرارات بتتاخذ في اخر دقيقتين غلط؟ يعني مثلا كره تشوت، المفروض تشوت تتدخل وكره المفروض تخشها تشوطها من بعض لاعبين في الفرقه، واللعيبه دي ليها اساميها. طيب انت كلعيبه بقى لعبت على مستوى كبير، شايفه ليه احنا بنخطئ في اتخاذ القرار في اخر وقت؟ ايه السبب من وجهه نظرك؟ بص هقول لحضرتك حاجه، انا مش بشوفه خطا في القرار على قد ما هو عدم توفيق، لان كان ممكن الكره تخش وما يبقاش خطا. صح صح، لان انت شفت البني ادم ده وهوفر شاط الشوطه دي قبل كده ودخل الدخله دي قبل كده وجابها وكسبنا بيها. فممكن يكون عدم توفيق. صح، ليه نقول دايما انه اتخاذ القرار؟ لا بس في، انا هقول لك على حاجه، بس في الكلام ده ممكن ينطبق على حاجات وحاجات لا. يعني مثلا يعني ممكن طبعاً. أيوة. يعني ممكن اشوط وايد اوبن واجلي دي توفيق، انما النهارده انا كوره عليا 3 ديفنس وبشوطها، في حين لو عملتها انسايد وحطيت باسكت. فهو القرار لو قسمناها 50% كده وكده، لا بس برضه ستيل في نسبه أكيد. احنا بناخد قرار فيه غلط. ممكن كنت تاخد القرار دي وتكسب صح، بس مش مع الاتحاد السكندري في حالته دي. كان الاتحاد السكندري في حالته السنه دي كويسه صراحة. فهي كذا عامل الحقيقه يعني ساعدوا ان احنا نوصل ان احنا ما نتوفقش، بس انا برضه ما زلت فخور بالفرقه ان احنا حتى واحنا بنخسر واقفين على رجلينا، وفرقه بتنافس مش بتنهار، بتنافس. وكمان لود جامد قوي على الفرقه بصراحه من اول السنه، ما خدوش بريك خالص يعني، حتى لما بيجوا من اي بطوله دوليه او اي بطوله جايين منها ما فيش يومين وماتشات الدوري بتبدا، او يعني ما فيش فتره راحه او فتره ريكفري. انت عامه في اي رياضه انت بيبقى عندك كيرف تمرين، انت بتظبط يعني الكيرف بتاعك على امتى ماتشاتك، فانت عندك كذا بطوله فانت الكيرف بتاعك عامل كده ما يعمل كده بالظبط، في الاخر ما بيبقاش كيرف بقى بالظبط، بيبقى شخبطه. صحيح، ودي حته انا شفتها برضو او ان احنا ناقشناها في الاستوديو التحليلي وشفناها قدامنا كضيوف، الضيوف معايا وانا، ان احنا في اجهاد، والاجهاد ده ساعات بيخليك تاخد القرار غلط، خلي بالك بيخليك مش قادر اصلا تدي للعبه. صحيح يعني. طب انت شايفه الريكفري، انت برضو لعبت على مستويات كبيره، الريكفري الفتره اللي هي الاوف سيزون دي المفروض اللاعب يعمل ايه؟ المفروض اللاعب يفصل تماما عن الباسكت فتره وبعد كده يرجع يتمرن فيزيكال فتره، يعني المفروض الايديال بالنسبه للاعب في الاوف سيزون يعمل ايه؟ هيبقى كل واحد على حسب هو، لان انت لو يعني دماغك تقلت بسبب اللعبه يبقى رايح من الباسكت، انت جسمك اللي تعب يبقى رايح من الفيزيكال، فكل واحد على حسب. مين بصي بقى، انا هنعرض الصوره دي وعايزها تنزل على السوشيال ميديا بقى يا جماعه، وعايزها تنزل في كل مكان. احنا بنفخر بمحمد صلاح انه خد بطوله اوروبا والكلام ده كله، صح؟ احنا بقى عملنا الكلام ده من قبل محمد صلاح. احنا النهارده عندنا ريم موسى، اول لاعبه عربيه وافريقيه ومش عايز اقول عالميه ان هي نجحت تاخد بطولتين قاريتين مع فرقتين مختلفين. خدت بطوله اوروبا مع فرقتها في التشيك سنه كام بقى يا ريم؟ 2017. صوت على الصوره اللي على اليمين بالجيرسي الاخضر، 2017 بطوله اوروبا، اسمعوا بس، بطوله اوروبا سيدات وما ادراك ما اوروبا. الشمال بطوله افريقيا، على فكره خدت نسختين في بطوله افريقيا مش نسخه واحده عشان اصعبها لكم يعني، خدت نسختين مع سبورتنج طبعا في الناحية الشمال. فالنهاردة عندنا فتاة مصر الذهبية اللي لازم تعمل لها بقى مقالات وتعمل وتحط الضوء عليها، وده دورنا احنا كبرنامج الأبطال. ما تصورش ان في برنامج رياضي قبل كده حط الضوء على كده. احنا زي ما بنفتخر بلعبتنا لعبة الكورة وغيره، ولا عندنا ريم موسى نجحت ان هي تاخد بطولتين أوروبا تاني، بطولة أوروبا الأندية مع فرقة التشيك سنة 2017، وبطولة أفريقيا مع الأندية مع نادي سبورتنج في سنتين، سنة كام وكام يا ريم؟ 22 23 مع نادي سبورتنج السنه دي اللي فاتت واللي قبليها، وان شاء الله تعملها السنه دي مع النادي الاهلي باذن الله، واحده في موزمبيق مع سبورتنج، واحده في اسكندريه، والثانيه في بطوله اوروبا مع فرقتها في التشيك
طبعا ده انفراد، وطبعا ده مش انفراد يعني، ولكن احنا البرنامج الوحيد اللي اتكلم بالشكل ده عن ريم وايه ابرز دورها وابرز انجازها الكبير ده. طبعا ان ريم كانت بتلعب في الان سي دبل اي ولعبت في اوروبا ولعبت في البرتغال، فالحمد لله احنا عندنا في الالعاب الاخرى عندنا يعني اساطير كبيره منهم ريم. طبعا احنا ما بنتكلمش بنتكلم على نتائج وبنتكلم على انجازات. ريم انا بشكرك، وده جزء صغير اللي تستحقيه الصراحه، وانا الحقيقه بكون سعيد جدا لما بيكون عندنا فتاه مصريه اصيله محتفظه بمصريتها بتنجح بالشكل ده. نورتيني وشرفتيني يا ريم. نور حضرتك، انا شرف ليا يعني، انبسطت جدا ان شاء الله، وربنا يوفقك السنه دي مع النادي الاهلي، ويبقى لينا لقاء برضو باذن الله في اخر الموسم بالست بطولات يا رب ان شاء الله. ريم بشكرك، شكرا. اعزائي المشاهدين دي كانت فقرتنا النهارده مع ريم، شفتوا طبعا الاختلاف، شفتوا التميز، فتاه يعني او لاعبه من طراز عالمي، نتمنى لها كل التوفيق السنه دي، ودي احد صفقات بنقدمها لكم طبعا السنه دي، صفقه قديمه وجديده في نفس الوقت انضمت للنادي الاهلي، ونتمنى لها كل التوفيق. نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان نقدم لحضراتكم ثاني صفقات اللي تم الاعلان عنها هذا الموسم داخل النادي الاهلي. حبيبه زعتر ليبرو الكره الطائره في النادي الاهلي، وانضمت الى نادي من نادي الصيد قادمه الى النادي الاهلي بعد الفاصل.